بس المفروض في ضرب نار. صلاة العيد. صباح الفل. الذاكره بتاعت الصور شفت الاعياد السابقه يعني، فكان يعني تحس باحساس فرح طفول يعني. يعني بعد ذلك العيد عندنا هو عندنا الطقس مباركه العيد يعني، في النهايه انت بعد صلاه العيد تمشي لجدتك يعني عقوبه، وتمشي لبيت خالاتك وعماتك، فبكون يعني انت في زيارات يعني، انت بتزور ناس وفي ناس بتزورك في البيت يعني، طقس جماعي كده. الميموري بتاع التليفون واشوف الصور وكده، قطع الموضوع ده هو مكالمة من يعني، فحاولت قدر الامكان انه ما اصغر لها المشاعر بتاع الضعف يعني. يعني هي لما فتحت المكالمه اول كلمه قالت لي عيد بدون محمد، فانا حاولت قدر الامكان احسن من الوضع طبيعي يعني. ان شاء الله يعني يومين وانا اكون معاكم. انا صعب عيد مره علي لانه بعيد عن امي وابوي، ومش يعني بحس انه ما فيش مبررات. انا يعني المسافه التي تبعدني يعني بيني وبين امي وابوي هي 80 كيلومتر، بحس بانه انا كنت بمشي القريه واجي راجع في نفس اليوم. من الليله من الصباح ما قدرت اعمل اي حاجه ولا من امبارح، لانه احنا المويه قاطعه من اول يوم في الـ في الـ في الضرب يعني. غضبانه طبعا اكيد، لانه انا بشوف انه في ناس او احنا ظلمنا يعني، او بشوف انه ده ظلم بالنسبه للشعب السوداني. بالنسبه لانه محبطه طبعا، لانه نحن كنا عاملين خطه للعيد ده غير مختلفه تماما على الحاجه اللي حصلت. يا دوب اول حفيد لنا في الاسره، فالخطط كنت حتى انا مشيت جبنا له جلابيه للعيد. هو طفل صغير عمره 8 شهور، لكن جبنا جلابيه للعيد، وانا واختي يعني جبنا فساتين جميله للعيد، وبرضه اخوي جاب برضه جلابيه للعيد. وكنا مفتكرين انه نحن من اول يوم الناس تهيج وتطلع، ومثلا نطلع نتفسح ونمشي نعيد على اهلنا ونمشي نلاقي اصحابنا. فكان الوضع بالنسبه لنا انه نحن حنعمل حاجه جميله للعيد ده عشان نحسس الطفل ده بانه العيد بيكون كده، ويكبر على انه العيد بيكون كده. فكل خططنا بس الحمد لله انها هي هسه ما اتعملت يعني. ولا موضوع من موعد الحسين.